لو نقع في الذهب أحيان نقع في كمشة التراب من أرض فلسطين أحسن من كل شيء. وطن قتال عم شو بدك يا جوري وبين البساتين ربينا وعشنا أحلى سنين في ومي وخضرة وتين وملعب للسمن والدوري ويا جوري والله أنا يا جوري كل شيء بدي اياه موجود. خيل انا كنت مول عبرك بالخيل. صيد اتصيد كنت كمان اتصيد بالمزارع تبعنا هناك. كان عندنا صيد السمك في منطقه بسموها البطيحه. هذه محل ما بيطلع نهر الاردن من بحيره طبريه. هذيك من بحيره العوله ومن بحيره طبريه كان مركز الاساسي لصيد السمك عندنا هناك. يجور كانت قرية لا أستطيع أن أصفها في الجمال. تحيط بها البساتين من الشمال حتى البحر. كان فيها ثلاث جوامع، كان فيها خمس مقابر، والمقبرة البلد الوحيد اللي كان فيها مقبرة اسمها الكركي خاصة للأطفال من سن يوم ل 12 لأنه بلد كبير. كان فيها مدرستين. بلد غني، بلد منيح. وهي جد الدنيا فلسطين ولا في أحلى منها. أحلى بحير بلدنا علمينا على هالبحر وفي جزر. بعرف الله شو بيه بيتنا له هلا نكاش اللي بيت بعرفه. رحت عند الدكتور أنا بوجهي قال كده جمرة تحدي كنت مية ستة قال تعرف بيتكم كنت بعرف النكاش اللي بيتنا. بتذكر البيت، بتذكر طريق قدام البيت. كان في نازلة هالطريق تنزع على شيء اسمه يا المركز الجديد يا بس المركز أو المركز القديم. في شيء اسمه مركز كان، وأنا لهلا مش عارف شو يعني المركز. هل هو مركز بناية كبيرة أو هو شو؟ كان تحت في اسمه المركز. كان حدنا في كنيسة افتكر كان اسمها كنيسة مار يوحنا. يا للبروتستانت يا للإنجيليين يعني من أمنه. وكنا بأول وادي النسناس، مش بوادي النسناس جوا هيك بتذكر أنا، بس بحي قريب على وادي النسناس. بقى متذكر البيت. وإذا بدك بخبرك كيف بعد مدة طويلة هون يعني بأوروبا في واحد صاحبي من الأهالي البلاد أوروبا بيسافروا على إسرائيل جاب لي من إسرائيل كتاب اسمه حيفا. بس جاب لي إياه بقيت بالصراحة شي ست أشهر ما قدرتش أمسكه. شفت حيفا مكتوب حيفا وضليت هيك يعني مثل الواحد بده يشوفه بدوش يشوفه هالكتاب بمدة طويلة. بعدين هناك نهار بعد مدة طويلة طويلة مسكت الكتاب وقعد اتفرج على الصور. قالي بالصور وانا عم بقلب الصور شفت صور بيتنا. بعته ليش؟ لانه مصورين الكنيسة كنيسة مار يوحنا. ودغري عرفت البيت. هيدي الكنيسة يلي عم بقول عليها كنيسة مار يوحنا. وهذا البيت، هذا البيت احنا كنا ساكنين بالطابق الارضي. بعده متماوي بعدها بتذكره مزبوط. وحده هون في بنايه لاخوالي، كل خال كان معمر طابق هاي البنايه. وهون في الشارع قدام اللي مش مبين الشارع لانه الصوره واقفه هون. في البنايه هون وعلى سطح البنايه في بركه بعد مذكره. وكنت العب على بسكليت صغيره على سطح البنايه هون. هذا بعد أتذكر لحد الآن كان عمري 5 سنين. الدرج تبع البناية لما ننزل على البحر ونأخذ العجلة ونسبح فيها بذكر. وبذكر الشجرة اللي قدام البيت. أتذكر كان في تناد لأهلي تين بقلون ضرب عزيز المنطقة. كنت أطلع أنا وإخواتي وأولاد خالتي نصب مرجح نصب نتمرجح فين والعصافير تزازق حوالينا بأمان نلعب. هذا جواز سفر بي أبوي
وامي. بديعة عيسى أنطون عيسى. وهذا جواز سفر فلسطيني فلسطين. وأنا بدي يكون اسمي مع الأولاد أيام أختي وأنا تاني واحد إن شاء الله. بعرف إنه أبوي كان تاجر متاجر شو بسموه كوفمان تاجر وبعمل كل شيء بحافظ يعني بكتب كل شيء بصير كل شيء أنا مذكرات إيه دائما بحافظ عليها. كان عندنا مخزن ومخبز ومكان تكسي للسيارات مع شركاء ثانيين. عنا سيارتين اسم الله، واحدة للبيت وواحدة لبابا. وفي ذاك الوقت ما كانش في سيارات تبقى كتير. وإحنا من البيوت اللي كان فيها كهرباء، أول بيت كان في يافا القديمة تمددت له وأجت له الكهرباء، ولا بقيت البيوت على الضوء كان. كان يجي سيارات جيب وأكثر من جيب. عليهم الشباب شقر هيك بيحكوش عربي. شو اللغة فيها؟ إحنا كنا نسألها هلينا شو اللغة؟ قولوا هذول الإنجليز. ينطونا خبز من هذا بقولوا له طست أبيض سري أسمه بيعطونا إياه وإحنا صغار كنا. صورونا، صوروا التيني، صوروا الأرض، صوروا الطرقات. إحنا شو نكيف؟ لا بدنا لمهم نتصور ونبسطنا بالخبز وإشي. ما أن أعلن قرار تقسيم فلسطين اللي اتخذته الأمم المتحدة في 29/11/47 حتى اندلعت الاشتباكات المسلحة بين المواطنين العرب والمستوطنين اليهود في يافا، فاضطررنا للنزوح إلى داخل مدينة يافا بعيدا عن خط القتال. أنا العيش القضية من أولها لأنه كان في عنا نحن قهوة أول البلد، وكان عنا راديو وحيد اللي كان في ذلك الأيام، وكلنا كل يوم نسمع أخبار، نخليش أخبار نسمع الأخبار لأنه كان الأحداث بلشت. أنا بتذكر في عنا واحد يعمى ضرير محفوظ اسمه عيسى قوار، كانوا يطلقوا حارس وكلهم ليش وحطوه بالخط الأمامي الاستحكام الأمامي. قال هذا الأعمى عنده سمع فظيع قوي يعني بيخبرنا إذا بسمع حركة جاي يعني يصلوا حرص. بذكر مرة في واحد كان راجع وهربان يعني لأنه الجيش الإنجليزي كان يجي يعمل كبسات، كان معه فرد. هاي مش نسيها بس أعطى الفرد لأمي، أمي مخربش عيني أبدا وبدو راحوا بدون فرد. قامت امي حطت فرد بالطنجره بالمطبخ، انا شفتها حطت فرد بالطنجره وغطت الطنجره. رجعوا الانجليز جيش الانجليزي فات وطلع ببش هيك ما شاف شيء وزمطت القصه. رجع بعدين بفتكر بده يكون بعدين رجع اخذ الفرد تبعه وما بعرف شو صار بالفرد، بس انه الفرد كان بالطنجره. والسلاح كان كله خربان بعتينا اياه، بدل ما يتخلى قدامي تخلى ورا. فكنت أتنقل بين البطيحة بسيارتي هاي وبين الشام. أجيب محاربين سوريين على البطيحة لعنا لهناك ويطلعوا من هنا مشي أو على الخيل على صفات، وخطرات أجيب سلاح بسيارتي. لما صعدت صفات طرق سيارات ما فيه، فصاروا ينزل يروحوا ماشي، راح يروحوا
عن طريق الوادي بسموه وادي الليمون، ماشي ويطلعوا من هناك على الطريق اللي بتودي لسرير. يعني حياة من أصعب ما وجد، ولا شيء أخذ معهم. طلبوا من الإنجليز تبعتوا سيارات بدنا نطلع النساء والأطفال والشيوخ. داعبوا ناس تروح وناس تيجي ويحكوا بهالتلفونات. أغربت الدنيا علينا، يعني ما عاد في مجال. قال الحج إذا ما أجت السيارات هقتلكوا وهقتل حالي. كان عندي بنتين وأنا وهو. ربك حميد الله بعت السيارات اجت، صار كل واحد يكب اولاده ومرته وهذا هالسيارات. طلعت الرجال والنساء والاطفال والكل، فضينا البلد، ما خلوا ولا حدا فيها. بتذكر حتي تاني كانت كثير صعبه، وافتكر هي كمان الاكثر واشي خوفت اهلي وتركنا. كمان كان مارق مره عدة فلسطينيين مرقوا ورايحين سوق هالمركز، هذا المركز الجديد، وبس نزلوا اجى الجيش الانجليزي ومترس على سطح البنايه اللي بوجهنا، حط عسكر فوق ورشاشات على سطح البنايه فوق، ونحن كنا بالبيت. وبس رجعوا الفلسطينيين قوص عليهم وانقتل واحد ووقع بالارض ميت يعني، وصدره كان عليه رصاص، وواحد تاني انجرح بفتكر بفخده، وبعدين صورهم براسي، يعني وين ممكن انسى كيف فئته لدول الجماعة. بعدين نطوا العسكر الانجليز دغري، نزلوا من السطح واجوا على البيت، وكانوا سحبوا لدول فوتون على الصالون. وطبعا احنا الاولاد صار وضعنا يعني كتير خوف. بعدين اخدوه، وانا مش متذكر اكتر بعدين شو صار ولا شيء، لانه ولد. وبعدها صرنا بالليل احنا الاولاد نحلم احلام ونصرخ ونفيق بالليل وخايفين. بذكر انه امي قالت له لابي انه اذا ما متركش هون الاولاد بدهم ينجنوا، لازم نروح ولا الاولاد رح يصيروا مجانين. كانت اليهود يجوا بالليل ينادوا على بعض الهجانة الهجانة، يسمعون الرجال عم بحرصوا برا البيوت اللي عجنا بالبلد مضطربة، يقفوا يحرصوا فيها الرجال، يسمعوا ينادوا على بعض الهجانة. كانوا عصاباتهم في الأول، عصابة الشتيرن هذا وعصابة الهجانة، هذولا كانوا يقطعوا الشجر مشان خوف الفدائية يتخبوا فيه المناضلين يعني، ويهجموا كل يوم على بلد. هم باكي الإنجليز متفقين مع إسرائيل على فكرة إنه وطن قومي فلسطين إلهم بعد انكسر إسرائيل يعني. إحنا مش عارفين، قاعدين عن عالم في البيوت ساكت، هم باكين يتدربوا يعملوا جنود يعملوا كل شيء. يعني بالأول مناوشات والعرب طمنت إنه ما تخافوا، وإحنا بدنا نفوت الجيوش العربية، وأبو لست سبعة أيام يعني بتتراجع، وما شفناهن إلا بليلة ما فيها طيامر فاتوا اليهود على الكابرة. قبل ما يفوتوا كان في عنا فاتوا حطوا لغم بدار سرحان بسائب بيت، هدول يعني الزعمة كيف يقولوا أحمد بيك وهذا كانوا جيراننا. لما نحط اللغم عندي بتعرفي هالعالم اللي طار باب واللي طار شباك، وقتلوا جارنا نهاروا عليه وقتلوه. يوم اللي اجوا اليهود بالليل بيجوا من منطقة عالية تلة، بلد اسمها كمان حط صفت بس أعلى من عين الزيتون، بيريا اسمها. اجوا منهم فوق وبلشوا اليهود يقصفوا شو اسمها براميل كانوا يقولوا لها، يقصفوها على البلد لتحت
ضلوا الليل طول الليل حتى ما عادش معاها زخير الشعب اللي بالقرية. وقفوا قامت نزلت هي واستحلت البلد. البلد اتدمرت، دمروها. لما نزلوا استحلوا قاموا حصروا الرجال بدار والنسوان بدار وأطفال حصروهم. وإجوا للرجال أخذوا 37 شاب انتخبوهم، 37 شاب أخذوهم، ما حدا عارف عنهم وين راحوا لحد إسه يعني، انتهوا ما فيش سمع عنهم. والبلد اتدمرت. إجوا اليهود قالوا شو بدكم تضلكم بتموتوا، وإذا بدكم تطلع في طريق من هون مفتوحة فيكم تطلع. لما كان يضربوا يوم أنا بدي أطلع أنا ماما مشوار عم نلبس قنابل هون نزلت علينا بالمصرارة. طلع من فين هدول، من فين هدول جايين؟ فيش ربع ساعة تلت ساعة لمحملين هرجال على الحملات بربطوا فيهم على المستشفيات. إيش هو قنابل هون؟ لما يضرب قنابل هون أما تحط أنا وولادي تحطنا بالقرن صغار ببيات وتقوم علينا. قول لها ماما إحنا فيلا، لو ضربوا نزلوا من فوق هذه القنبة اللي بيضربوها بنروح أنا وإنت والولاد. ماما خلاص ما تفكر بشي، العمر بده يعيش ما تفكري. عمي قبل بيوم كان أجا بقولنا إنه بيحكي مع أبوي بقوله عارف أنت حاول تطلع هالبنات من يافا القديمة لأنه في مشاكل كثيرة رح تيجي علينا. قال له ليش ومهار ليش أنا مش ناوي أطلع ولا يمكن أطلع. قال له بناتك صبايا وأحسن يصير معهم مشاكل زي ما صار في دير ياسين الدعاية الكبيرة وشغلة زي هاي، خلي الأولاد نايمين دائما بكناديرهم وكلساتهم حتى إذا صار ما صار نطلع، لأنه يافا قطعين المية عنا حوالي 10 أيام. ياسين أنت ما حدا طلع، دار ياسين خربت الدنيا. البحر هون والطنطورة هون وسكة الحديد هون والمسلحين هون. الساعة 9 بالنهار اليهود احتلوها، أجوا بسكة الحديد كسين فات على البلد كسين طلع المسلحات استاك صفت البلد. بعد ما احتلوا البلد قتلوا الشباب وصاروا الشباب. بنتها فاتوا عليهم الساعة 2 بالليل قتلوهم ذبحوهم. المرة اللي بترضع يقطعوا صدرها فتم ابنها، الحبلة يبطوا بطنها، البنات الحلوين وقفوهم على الحيطة كلهم اعتدوا عليهم ومشوهم. بعدين من السوق كله عندنا بالمصرارة وباب الزهر وكليته بالرك من جنبين البنات واقفين وحالتهم حالة، واليهود داير ما دورهم يضربوا بالبواريد حنين بواريد يمرقوا من فوق راسهم الفشل. قالت له ماما ساعتها لبابا خلاص يا أبو محمد ما في نقعد، بنتك بلدها صغار. أخوي استشهد ولي ولد شايفين كمان مات، كان عمره 12 سنة صعب والخوف. وناس كثير استشهدوا شهداء في عائلة 12 واحد من بيت واحد، من عائلة واحدة 12 طلب بيت حمدان 12 واحد من عائلة واحدة. عيسى الحمدان ولاده 2 واخوته 3 ولاد عمه هذول كلهم من عائلة واحدة 11 نفس. وهاي العيلة فيها 4 دساكنة، هاي منها 4 وهاي منها 2 وهاي منها 3. أخذ اليهود استحلوها الليل العصر، قالوا المغربيات يلا على الجامع كلكم على الجامع ولا منطخ كلكم على الجامع. الحرب دمار، اللي حضر الحرب صار في حرب. بركي أنا ولادي صغار معي كلها شباب كالي،
فتشوه اللي معاه أكرم حذر، اللي معاه محبس، اللي معاه ساعة، أول الشباب أخذوهم. أنا بقى عمري 8 سنين، أنا أرفع أيديكم، أمي رفعت لي إيدي، أنا شو سويت؟ الجاهل بسوي كل إشي، بده يلعب، نزلت، قاموا سحبوا سلاح بده يطقوني. أمي عبطتني وأنا عبطت أمي، لابد تقول له بيبي هاد يا بيبي بيبي بيبي. مشينا على الجامع، ليلتها نمنا، قال يلا كلكم عبر فيليا، ولا واحد، وإذا قعدتوا هين منتخ. صار الخوف لأنه بعد الكرة قتلوهم ونسفوهم بالرجاسين وشيء، ونوع من الخوف ونوع من الأمل، لأنه كان كل أبوي كان من أغلى الجماعة الموجودين في هيفا، وكان الأمل إنه الجيوش العربية جاية بدها تحرر فلسطين نرجع بعد أسبوعين. حتى يعني النكتة بخبرك إياها، كان عنده كيس ذهب راح دفنه يمكن 20 سنتيمتر تحت الأرض تحت زيتوني، خرفتني إياها مرت عمي ماتت قبل مدة، عملها هي لأنه كان بعد أسبوعين راجعين. ما أخذ معاه شيء بالمرة، كل البيت كامل نسيناه هناك، دشرناه هناك. الوالد مسكين ما قدر، مسكين يبعد عن مصالحه ومزرعته، مع أنه أخذ والده هو، فراح سكن بالقنيطري، استأجر بالقنيطري وسكن بالقنيطري، وكان له احترام خاص مع السوريين بالجيش السوري، فهو الوحيد اللي كانوا يسمحوا له يصل من القنيطري لآخر منطقة جولان مشان يقف على الحدود ويطول نظوره ويقعد نبعي يتفرج على ما صار. طبعا كان عم بنتهر، كان عم بنتهر. بتذكر انه سافرنا كل العيلة في بيك اب سيارة صغيرة كلنا مع سوا، اسمها زي فوفي بروتشي، شو بسموها بيك اب، ايه. سافرنا وكل المدة سكننا في غرفة من عند خال إلي، يمكن أربعة ما أربعة، كل العيلة كانوا خمسة ثمان أشخاص. طلعنا كلياتنا رحنا على الحمى، بيتنا يعني كم ليلة بالحمى، صار الضرب قريب علينا على سمخ، فقال ما في مجال عاد نضل هون كمان، خلص اللي صار الضرب على سمخ بصير على الحمى. والله ركبنا بهالشخطير قطعنا الشريعة ورحنا طلعنا على إربد، حملنا بعض ثيابنا وسافرنا بالسيارة من يافا إلى محطة الليد الحديدية، وركبنا القطار من هناك إلى القنطرة شرق، ومنها انتقلنا إلى القنطرة غرب لنركب القطار الذاهب شمالا إلى بورسعيد حيث أخوال والدي. جابوا سيارة صغيرة بتذكرها، يعني كانوا يسموها الفورد أبو دعس، يعني كانوا سيارة هذيك الأيام بتشوفوا بالفلو بعد صورة السيارة، وحطينا على سطح السيارة فرشات، بعد مسكر كان في فرشات على سطح السيارة وثياب واحد لبسنا يعني مش أكثر، وطلعنا كلنا بالسيارة قعدنا كلنا سوا ومشينا، استأجرنا سيارة يعني أبوي استأجر السيارة مع شوفير، وقطعنا جينا على حدود لبنان، فتنا للناهورة وبذكر وقفنا بخيزران. طلعت الناس مع بعض مشيوا ولوصلوا حدود لبنان على البلد يارون، على حدود بالضبط، فاتوا على يارون، ومن يارون صارت العالم تتوزع ببيروت، وكل واحد يروح على شيء جيش يروح على سوريا، فتوزعت الناس. المهم فطلعنا حوالي الساعة 4 الصبح برا أنا ماشي وعم بسمع صوت كانت لنا بالطريق تك تك تك،
امي طلعت بالولدين وانا طلعنا طلعنا والطريق الوعر الوداد الحجار المي العطش متنا من العطش. صرت اقولها بين نعلين وبين فلسطين قعدت هيك وحطيت اخوي عمره 11 شهر قلت لها يا بيت جيبي لي ميه يا برمي اخوي. قالت لي من شان الله مش امشي ما فيش منين اجيب لك مي سامع الطلاق ورانا هي انتخت وحدة هي ما تموتوا بدك تلا بدي اموت انا واخوي خلاص فيشي. قالت لي يا عمي تعطينا شوية مية للبنت عشان تحمل اخوها وتمشي. الله يا البعيدة اسم الله على قيمتكم ان شاء الله بتموتي انت وبنتك من انا اجيب لك مية. قالت لي يما امشي كمان شوية كمان شوية وصلنا الواد واد نعلين في بير بطوله منه مية وكلها سمعه وحلة حطت منديلها شاشتها هيك وقالت لي مصي يما مصي مصي مصيت بتقول هرويتي يما بتقول لي طب يلا احملي اخوكي. بقت هي حاملة نص كيس طحين نص كيس طحين وجاكيت على راسها عشان تغطينا. قلت لك هي الميت وهي الميت منفخينها الناس من الشمس. الله يومتها نزلت انا وابوي انه شو بنت صغيره رايح معاه اني كشعرت كد ما فيه مات بس من الليل بس لعنا نصهم مات بيقدروش يمشوا الناس وطلعوهم في شهر 7 تموز طردتهم اسرائيل. وبداوا في القريه بالسلاح الابيض السلاح الابيض يشقوا القصدير يفوتوا على الام. يعني انا خرفتني واحد من الامهات اول ما خرجت قال فاتوا علي وانا برضى ابني قالوا هات يا حبيبي بدنا نذبح بدنا نذبح. قالت له حبيبي حرام قال لها سكين ماضغ وذبح ابنها على صدرها واخذ ابنها الثاني ذبحه ونط اخوه على السر على السر شو معنى الشباك يعني شباك بين غرفتين نط اخوه على الشباك ويعني شاف المنظر هذا هرب وفل. انا شفتها اقسم بالله ان انساني ما هي انساني من كثر يا حرام اطفالها ماتوا. وهكذا فعلوا في كل القريه قتلوا اطفال القريه وعملوا مجزره اضخم بكثير من مجزره دير قاسم كفر قاسم ودير ياسر. هن مرقوا علينا اللاجئين اللي مرقوا من صوب دير ياسين يسألونا شو بعكم تسووا هون مش خايفين على حالكم يا اليهود وين بلاقوا واحد عربي عم بذبحوا شو بعكم تسووا هون اسمتوا بريشفل مثل ما قالوا. احنا قعدنا في البلد عملنا اجتماع يعني الكبار عملوا اجتماع وقالوا قرروا نرحل ولا ما نرحلش. قالوا إذا رحلنا بده يصير مثل ما الجماعة فيهم لا عندهم أكل ولا عندهم شرب ولا عندهم مي ولا مأوى هيك بده يصير فينا. نحن منفضل نبقى في بلدنا وشو بده يصير من الله منيح. هلأ وصلنا لفين؟ للمينا. المينا لقيت آلاف من الناس قدامنا المينا هيك بتنغل نغل واحنا موجودين هناك عم بمشي بينه والولاد. احنا عاد 10 اولاد ابوي وامي امسكوا اخوات بعض امسكوا ببعض ومش عارف ايش مسكين في بعض ايدين بعض اخواتي واحنا لغاية ما وصلنا بين هالناس الجماهير اللي كتير وصراخ وناس بتبكي وناس عمالة بصرخ اقول انا ليش ببكوا طيب مش عارفة ايش الحدث. يوم قاعدين بالبيت نايمين ما شفنا الا هالطيارات بلشت دب وشو كنا احنا صغار واهلينا يعطونا نركض فين بقولوا لزقاق احنا عبلادنا الزواريب بقولوا لزقاق نركض وامنا تخبينا وضرب عشوائي
والله بتذكر قطعنا بيت ثلاث رجال مرميين بالأرض، هاي شاهد عيني. خفت أنا أنط من فوقي، يعني أمي تقول لي نطي صغيرة من خوف النطيت. كل ساعة أسمع شو شوفي قد البرميل الكبار اللي من تشوفيه نازل من الطيار. فطبعا أنا اندبيت مع جملة العيلة على بالمركب اللي اسمها الجرم، والناس صارت ترمي أولادها. في مرة معنا كانت في المركب رجال في المركب عم بتلقف أولاد من مرة تقول لها عم ترمي له يوم طفل منهم بعرفش قديش عمره، 3 سنين 4 سنين، هذا كانت المركب بتنهز من الموج البحر، أجت موجة كبيرة هيك لفت المركب شوية، نزل الولد بين الرصيف تاع المينا وبين المركب وراح الولد، وعد ما تعقلها الأم تصرخ صوت الحديد هلا في داني بس يا يصرخ ويبعوض علينا الله بس كملي. وظلت المجادلة فاضية وبقيت فاضية للخمسين 51 لأنه بلشوا يهدوا في البيوت. كبعوها الطنطورة، كبعوها، جرفوها، كبوها البحر كلياتها. اللي عاملين هم شاليها على البحر بالمصاري بالصيف، واللي بده يفوت بالتسريح بلا تسريح بيفوت. سمعنا انه راحوا ناس من بلدنا، يعني قالوا انه الدور القديمة طبعا هدموها ما خلوش الا دار الحجر وإشي، جابوا اسرائيليين سكنوهم فيها من هذول اللي بلبسوا الطواقي اللي لهم ملحة ساكنين فيها. نزلت عمته لجوزي بتقول ما في بيوت كلها مهدمه، هدينا كلها ما في بيوتنا كلها، قحفوها والقوها في الوادي الشرقي لقريه وحولوا القريه الى بساتين. بيت براح سلامتك، بيت أهلي ولا بيتنا إحنا، بيتنا موت فوق ينكب إلنبي منشي راح سافر، وبيت أهلي كمان فيلا حطوا العود قنبل بالنص لغم هدوها للطوابق، نزلت بالنص ولا مكومة بعف الشو كل شيء فرق بعف الشو. لا أخذت أكثر من 20 سنة، وإحنا كل ما بدنا الواحد يجيب شيء لبيته يعرف يعفش بيته ويعمل بيت نجيب شيء، يعني شو بدنا فيه نجيبه ولا نشوف حالنا وشو بده يصير فينا، ضلنا كيف وضعنا متأملين بالرجعة. شايفين 15 يوم ونرجع حسب الإعلام العربي، 15 يوم ونرجع ولحديت الآن بنرجع. وبعدين ترجع 15 يوم بس، خلينا تطلع ل 15 يوم ومن بعد ال 15 يوم لأنه مسألة 15 يوم، بعد 15 يوم 15 يوم لمدة 15 يوم إنه اطلع 15 يوم 15 يوم ترجع. يعني أبوي لما خلق فلسطين وعنده معرفة بفلسطين يمكن أخف هذا الشعور شوي، يمكن هو يكون مرتبط أكتر لأنه عاش فيها. بنفس الوقت أنا عندي حب المعرفة، حب الاطلاع، حب المغامرة، يعني
حابة أعرف بلدي، يعني رحنا على الحدود لحتى بس نشوفها من بعيد، يعني شفتها من بعيد بقيت شهر، وأنا دائما هقول له لأبوي لو مت بفلسطين أحسن من ما تطلع. طب أنا إذا شفتها من بعيد وهيك كيف هو اللي عايش فيها؟ أنا وقت اللي أشوف دموع أمي عباب بيتها في يافا لن أدمع عليه، لأنه أنا بالنسبة لي بيت غريب، مع أنه بعرف أنه باناه جدي لكن أنا لم أولد فيه. فيعني هل منظوري أنا يختلف بالنهاية؟ نعم، لكن هل مبدأي يختلف بمطالبتي في دولتي في بلدي؟ لا. يمكن ننظر إحنا هذا الجيل الثاني ينظر للموضوع بشكل أكثر منطقية من ما هو الجيل الأول اللي ينظر له أكثر عاطفية، لكن لا أعتقد أنه لا أنا ولا أبناء جيلي يقل بذلك مطالبة في حقهم في, 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 في فلسطين. أعتقد أنه شعور والدي اللي عاش في أرض 48 لا يقل يعني من حيث المشاعر والأهمية من شعوري اللي أنا ما عشتش بس شفت بلدي، وبكلش أهمية من شعور ابني اللي أنا بعلمه وهو في كل تفاصيل حياتنا بيعرف وهو عمره 4 سنين إنه هو عايش في رام الله بس نرسيده في مخيم بلاطة، لأنه اليهود طردوهم من الليت سنة 48 واليهود طردوهم من أخنا، هو بيعرف هاي الأشياء عمره 4 سنين يعني، لأنه كل وجودنا مبني على هاي المفاهيم يعني، فلازم تدخل للطفل كل هاي المفاهيم، ولو أنت كنت بدك تدخله إياها أو بدكاش يعني بتدخله بشكل تلقائي، يعني هاي المفاهيم بتدخل للطفل بشكل تلقائي بدون أنك تكون قاصد تربي ابنك تربية أنه هو لاجئ وأنه عنده حقوق ومش عارف ليش. لكن الغريب اللي أنا بلاحظه وهذا فعلا إشي عجيب، تمسك في القضية الفلسطينية في حقوق الفلسطينية، وجدت أنه بيزداد بالنسبة بكل ما صغر الجيل، كل ما صغر السن، شيء عجيب. يعني إحنا هلأ عايشين في بريطانيا، بروح على أمريكا أنا كتير وبلاحظ هذه نفس الظاهرة موجودة هنا، يعني جيل اللي هو بعد جيلي اللي هو مفروض يمكن ينسى كل القضية هاي كل القصة ويقول هذه إشي أثرت في أهلي وأنا مالي، أبدا بالعكس بشوف نوع من الحماس الغضب حتى بالنسبة للظلم اللي عاشوا الشعب الفلسطيني، والإصرار إنه إحنا بدنا نشتغل بدنا نعمل بدنا نساعد. هذا إشي عجيب بعتقد لازم كلنا كفلسطينيين نفرح فيه. I always think of the Ben-Gurion quote that says the old will die and the young will forget, and I think it's just, it's up to us not to forget, because that's exactly what the whole, I guess, Zionist project was banking on the whole time, is that the subsequent generations are just going to give up, and, you know, obviously, I'm sure they're still hoping for that, but it hasn't happened so far. And I think what we have to do is to reassert strongly that the Palestinian people and the Palestinian question is much bigger than the West Bank and Gaza Strip. That the Palestinian people are targets of Israeli colonialism wherever they are. And the problem is not the occupation alone. It's not the occupation of the West Bank and Gaza. The occupation is one manifestation of Israeli colonialism and racism. But there are others. There's the oppression of Palestinian citizens of Israel, which is reaching new levels and new heights. And of course, the diaspora. Palestinians in the diaspora are targeted by Israeli racism, which excludes them from returning for one reason. And that's because they're not Jewish. I mean, if it was a question of black and white, everyone would understand it as racism. It would be very clear. So we have to reconceptualize the problem in terms of racism and colonialism. That's what we're struggling against. And it takes
the forms of occupation, second-class citizenship, and exile. And we have to fight all three of those things. So I'm taking a long route to answer your question, is that the diaspora has to reassert its role as part of the Palestinian people and as a claimant, a rightful claimant for justice in Palestine. فمين بيحدد حق العودة؟ أنا اللاجئ بحقق حق العودة. لا رئيس أبو مازن ولا قرياء ولا أي واحد في الدنيا بيحكي بلغتي ولا بلساني. أنا اللاجئ بقول حق العودة لا أراضي 48. اليوم مستحيلة ممكن وبعد 10 سنين مستحيلة، ولكن أنا بخون ضميري وبخون قوميتي بخون ديني. إذا أنا بقولكي بتكلم باسم اللاجئين وبقولكي حق العودة للسبعة وستين، إنه ما فيش أكثر من مفهوم لحق العودة. حق العودة يعني إني أرجع، يعني هذا هو حق العودة. يعني عشان إحنا في أحيانا بتعرف السياسيين لما بتفزلكوا هي المجدرة رز وعدس، بس لما بتقعد فزلك كيف بده يسلق الرز وكيف بده يسلق العدس وكيف بده يقلي البصل، عقد لي اياها. حق العوده هو ان ارجع عليها، فهي حق العوده. يعني انا بالنسبه لي كمفهوم، يعني از كونسبت، حق العوده يعني حق العوده. انت قاعد في ناس بتقعد مثل ما بقول سمان ابو سته عن بيتها الاصلي بفلسطين، انه اذا بتقعد بباص وبتشرب بتمسك فنجان قهوه تشربه ما بخلص فنجان القهوه بتكون وصلت على بيتها. انه يحرق اخت القصه شو بسيطه وشو جميله، يعني حتى لو كان عم بيلعب شويه رومانسيات الشاب، يعني من دخيلك هي ما هي بسيطه، بس لا، في شيء حقيقي، في شيء بخليك تحلم يعني تتعاطى مع 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 مفهوم حق العوده بشكل مختلف تماما. Well, right of return is sacred, legal and possible. انت تتعود تشوف بنات تقدر تعمل اللي بتعمله، مش صبايا تغني وبس، النساء اترجع للغير اصله. انا صابرين الساحره وهاب وجه الحقيقي، لا بدي بيتك ولا بدي انها تيجي تنقذني وتتجوزني، بدي اسمع واعمل هيب هوب شرقي خاص لإباحي، خليك تبطل تضحي وتضحك لما تسمع اسمي، بقدر اسوي اللي بتسويه وزياده، بضعف شبال زمان ولا قبل اي عدل، الاختلاف بناها الأد صغير النائي هاني، لكل جنسك لي طفاني من اراء النحساني، انا الكتاب انا اللحن انا الغني، انا راح تجيب جيش بنات تكمل عني زي الاساتذه. لحقت لفترة يقتل قد ما بنات قبلت ملان غاني، كتبت ثورة جديدة خلقت صوتي، أكثر أحلامي فدي صار كتاب خطط كيف أخلي الماما تشوفها تحلم في اليوم، يمكن أنا مش لاقي دين الشباب والبدل ما يوقعوا